طرحت واحد السؤال على الاخوه في الورشه قلت لهم طرحوا هما اسئله كثيره قلت لهم انا غنطرح لكم واحد السؤال واش باغيين ديروا السياسه قالوا لي كنا باغيين نديروا السياسه هو ممارسة السياسيه السياسه تقتضي اولا الايمان بالفكره السياسيه الفكره السياسيه والبحث عن الادوات ديال ممارسه الفكره السياسيه والنضال والتضحيه ودوز واحد المده وانت تناضل من اجل تلك الفكره انا ما كنقدمش شي نموذج تنقول الإخوان تبعوه راكم غتوصلوا لا التجارب السياسيه متفرده ومختلفه وفي نفس وفي بعض الاوقات في نفس المناطق وفي نفس العائلات تختلف هذا هو التميز اللي في الحياه السياسيه لذلك 3500 شاب حاضرين معنا اليوم لا بد يعطيونا على الاقل واحد 500 ولا واحد 400 من القاده الشباب اللي عندهم الفكره السياسيه ومؤمنين بالفكره السياسيه وكيفكروا في الادوات وهذا غيكون غي مفيد عوض ما نجيو للتجمعات ديالنا ونقولوا خص فلان يمشي وفلان ما مزيانش وكذا الا اشتغلنا وطورنا الشباب ديالنا غادي نحققوا الله سبحانه وتعالى في في سوره البقره ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله لم اعتقد ذو فضل عظيم هذا هو الدفاع دفاع الله الناس بعضهم ببعض الدفاع كيف ياتي منين كنوجد سياسيا كندفع ذاك اللي فاتو الوقت وهكذا ذواليك والحياه السياسيه راه ماشي بحال الحياه المهنيه فيها الكوطه راه ما فيهاش الكوطه راه اللي وجد غير قبل سياسيا لذلك هذه الامكانيات التي تيوضع الحزب التجمع الوطني الاحرار اليوم هذه الجامعات وهذه الملتقيات وهذه المنتديات وهذا الفريق البرلماني في مجلس النواب 102 القدرات التاطيريه ديالهم والفريق ديال المستشارين والمؤسسات والجماعات والجهات كلها فضاءات انتم مطالبون باستغلالها <applause>